الصهيوني اللي كان موجود هناك قال لي انت مرفوض. قلت له مرفوض شكرا، انا عندي كرامه مش راح ارجعها مره ثانيه نهائيا، ومش راح تشوفني على الشباك. وفعلا بديش اياهم، ولا بدي الممارة تبعهم، ولا بدي التسريح تبعهم، ولا بدي ادخل عندهم، ولا بدي اشتغل عندهم. كان معي عندي ثلاث خيارات، اما اني اشتغل في الامن، او اني اشتغل، او اني اقعد في المنزل، او اني اطلع ابيع لمون. ليمون طبيعي بريد، طبيعي بريد، ليمون طبيعي بريد، ليمون طبيعي بريد، ليمون الأرض المقدسة.